معنا من دولة الكويت سعادة الأستاذ مشعل السبيعي، رئيس هيئة الشباب سابقا، فليتفضل ليلقي كلمته. صباحكم الله بالخير جميعا، أختي العزيزة الدكتورة هنا المباركي والفريق المميز اللي قاعدين هذا المؤتمر ويحافظ على استمرارية هذا المؤتمر وهذا اللقاء. يمكن أنا شوي بطلع من الرسميات، خليني أتكلم يعني بشكل شبابي مثل ما يطلب الشباب اليوم. التكنولوجيا والعلاقة الوطيدة بينه وبين الشباب، متطلبات المستقبل واحتياجات دولنا الآن للتكنولوجيا وصناعة هذه التكنولوجيا، هذا اللي نفترض الآن ننظر له بعين الاعتبار. اليوم في دولة الكويت اليوم وضعت تقريبا 3 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيا وتطوير الذكاء الصناعي وأيضا قواعد البيانات، وكل هذه الأمور اليوم الدولة تهتم وتستثمر بشكل جيد لرفع تصنيفها الدولي في هذا المجال. طيب اليوم إذا إحنا نبي نطور هذه المنظومة ونستثمر بشكل كبير، فأنا بلا شك نحتاج إلى توجيه النشء والشباب الاهتمام في التكنولوجيا، وليس كاستخدام إنما كصناعة هذه التكنولوجيا، ويكون لدينا شباب متخصصين وكوادر مميزة من الشباب الوطنيين يقومون في تطوير هذه التكنولوجيا وحماية معلوماتها والأمن المعلومات اللي نتكلم عنها. أيضا شبابنا اليوم بحاجة إلى مجالات أو حاضنات للأعمال الخاصة في تطوير مهارات شبابنا، خصوصا الاستثمار في مجالات التعليم، من يتم تطوير مهارات الشباب في مجالات استخدامات التكنولوجيا. وظهر لدينا العديد من التخصصات، خصوصا اليوم عندنا يعني إنشاء جامعة عبد الله السالم وتوجيهها بشكل كامل للاهتمام في الاقتصاد المعرفي وتخصصات خاصة في استخدامات التكنولوجيا كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. أعتقد هذه المساحات نحن بحاجة لها الفترة القادمة، أن تتعدد هذه المساحات وتكون طاقات الاستيعابية بشكل أكبر، بحيث نستقطب شبابنا ونوجه طاقاتهم ويعني هذه الموارد لتوظيفها في التكنولوجيا وتطوير التكنولوجيا في المستقبل. أيضا عندنا أمر مهم اليوم، دور ريادة الأعمال في تطوير هذه المساحات وتطوير قواعد البنية التحتية لاستخدامات التكنولوجيا. للأسف اليوم لما نضخ احنا مبالغ كبيرة للاستثمار في التكنولوجيا، قدرة القطاع الخاص اللي عندنا لا يستوعب هذا الاستثمار، فنضطر ان احنا نلجأ إلى شركات خبرة. تطوير رواد الأعمال الشباب الكويتيين أو تطوير الشركات اللي موجودة عندنا من خلال حاضنات متخصصة في رواد الأعمال للتكنولوجيا أمر مهم، ونحتاج أن نعدد هذه المساحات أو نمدهم بالخبرات الكافية لنمكنهم من تطوير الأعمال في مجال التكنولوجيا. الجزء الأخير والمهم، أعتقد اليوم تواجد كبرى الشركات ومسرعات الأعمال اللي مثل بلاج أند بلاي، أي أكس، تواجدهم في منطقة الخليج واستقطاب المشاريع الخليجية واستقطاب مشاريع الشباب وإدخالها في مسرعات وتطويرها بشكل يعني نقول جلوبال على مستوى العالم. أعتقد هذه فرصة جيدة أن يكون هناك شراكات متعددة مع مسرعات الأعمال العالمية بأن تستقطب بعض المشاريع اللي موجودة عندنا يعني في الكويت أو في الخليج أو في المنطقة. الفرصة والتوجه أعتقد موجود عندنا حاضر في المنطقة للاتجاه بشكل كبير كرواد أعمال وكاهتمام في التكنولوجيا. أعتقد المفترض أنه يكون في اهتمام أكبر في المرحلة الجاية. ويعطيكم العافية، ومشكورة دكتورة هنادي على إصرارك وعلى حرصك على استمرار هذا المؤتمر. بارك الله فيكم.